بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله نكمل مع بعض الفصل 12 وإن شاء الله ندخل في الفصل 13. نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 12 كنا وقفنا عند ظاهرة كومتون. ظاهرة كومتون تعالوا نعرفها ونشوف إيه النتائج اللي وصلنا خلالها من ظاهرة كومتون. ظاهرة كومتون نصها لما يقول لي في الامتحان عرف ظاهرة كومتون، أقول له إذا سقط فوتون إكس أو جاما على إلكترون حر فإن الفوتون يتشتت ويقل تردده والإلكترون يتشتت وتزداد سرعته. يبقى ده تعريف ظاهرة كومتون أو تأثير كومتون. طيب رقم اتنين، لما يقول لي فسر تأثير كومتون هقول له لا يمكن تفسير ظاهرة كومتون باستخدام النظرية الموجية، ولكن يفسر ما حدث أن هذا التصادم حدث مثل تصادم كرات البلياردو، أي أن هذا التصادم حقق قانون بقاء كمية التحرك وقانون بقاء الطاقة، أي أن هذا معناه أن للفوتون كمية تحرك، أي أن له كتلة وسرعة، أي أن للفوتون خصائص جسيمية. إذن تأثير كومتون يؤكد أن للفوتونات خصائص جسيمية. طيب لو حب يألف مسألة على تأثير كومتون هيبقى نص قانون الحل إيه؟ مجموع طاقة الفوتون زائد طاقة الإلكترون قبل التصادم بيساوي طاقة الفوتون زائد طاقة الإلكترون بعد التصادم، أو قانون بقاء كمية التحرك، يعني كمية تحرك الإلكترون زائد كمية تحرك الفوتون قبل التصادم بيساوي مجموع كميتي تحركهما بعد التصادم. طيب إيه إجمال اللي حصل للفوتون في تأثير كومتون؟ واحد، طاقته قلت، تردده قل، كتلته قلت، كمية تحركه قلت، ولكن سرعته ثابتة وطول الموج هو اللي زاد. طيب يجي بعد كده كان في معادلة أينشتاين بتبدأ الجملة بأنه أينشتاين قام بدمج قانوني بقاء الكتلة وبقاء الطاقة. لو قال لي علل هقول له لأنه اكتشف أنه عند انشطار النواة يتحول جزء من كتلتها إلى طاقة، وهو عبر عن ده من خلال المعادلة المشهورة بتاعته E بتساوي MC تربيع، ومن خلالها بيظهر أنه إذا تحول قدر يسير من الكتلة إلى طاقة فإنه يتحول إلى طاقة هائلة، لأنه E اللي هي الطاقة بتساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، وبالتالي تبقى الطاقة هائلة جدا. E بتساوي MC تربيع، دي معادلة أينشتاين. طيب بعد معادلة أينشتاين لما يقول لي عرف الفوتون أو اذكر كل ما تعرفه عن الفوتون، الجزئية اللي جاية دي مهمة جدا. الفوتون هو كم صغير من الطاقة، طاقته بتساوي H نيو يعني بتتوقف على تردده، يتحرك دائما بسرعة الضوء C، له كتلة مصاحبة لحركته يمكن تعينها من العلاقة M بتساوي E على C تربيع، يعني بتساوي H نيو على C تربيع أو H على C لامدا، تكون هذه الكتلة مصاحبة لحركته فقط، أما كتلته السكونية فتساوي صفر، لأن الفوتون إذا اصطدم بجسيم فإن كتلته تتلاشى وتتحول إلى طاقة يمتصها الجسم الذي سقط عليه هذا الفوتون، يعني كتلته السكونية بتساوي صفر. للفوتون كمية تحرك، بي ال بتساوي ام سي أو بتساوي اي على سي أو بتساوي اتش نيو على سي أو اتش على لامدا، والصورة الأخيرة بتيجي كتير قوي في الامتحان، كمية تحرك الفوتون بتساوي اتش على لامدا. طيب بعد كده بيقول لي الفوتون له طول موجي، استنتج معادلة الفوتون أو استنتج معادلة الطول الموجي المصاحب لحركة الفوتون. بقول له إن لامدا أساسا بتساوي السي على نيو، لامدا بتساوي السي على نيو بالضرب في اتش على اتش، فهيطلع الناتج اتش سي على اتش نيو، بنزل السي لمقام المقام فبيطلع اللامدا بتساوي اتش على اتش سي على اتش نيو على سي، يعني اتش على بي ال، لامدا بتساوي اتش على بي ال. معادلة الفوتون لامدا بتساوي اتش على بي ال، ترجع أهميتها لأنها بتظهر الصفات المزدوجة للفوتون، هي بتربط بين الخواص الموجية والخصائص الجسيمية. طب في سؤال بيقول هل يمكن تعجيل الفوتون؟ هل يمكن تزويد سرعة الفوتون يعني؟ الإجابة لا، لأنه غير مشحون وليست له كتلة سكونية. بعد الجزئية دي بتيجي جزئية تانية من منطق التماثلات الكونية، بما أننا اكتشفنا أن للجسيمات خصائص موجية، فهل بما ان اكتشفنا ان الموجات خصائص جسيميه، فهل للجسيمات خصائص موجيه؟ للجسيمات خصائص موجيه. للجسيمات خصائص موجيه لان احنا لو جبنا مثلا شعاع من الالكترونات او من جسيمات الفا مثلا واسقطناه على سطح عاكس فهينعكس بنفس قوانين الانعكاس، لو وفرنا له ظروف وسطين عشان ينكسر بينكسر بنفس قوانين انكسار الموجات، بيحصل له تداخل، بيحصل له حيود. إذن للجسيمات المتحركة خصائص موجية مصاحبة لها تنعكس وتنكسر وتتداخل وتحيد،
وممكن اجراء تجربه يانج باستخدام شعاع الكتروني وبيكون هدب، واقدر اجيب الطول الموجي المصاحب لشعاع الالكترونات. دي براولي اكتشف انه للجسيمات المتحركه طول موجي مصاحب لحركتها لندا بتساوي اتش على بي ال، اي ان معادله الطول الموجي المصاحب لحركه الجسيم مماثله تماما لمعادله الطول الموجي للفوتون. ولا عجب في هذا، فان احنا اعتدنا على التماثلات الكونيه زي التماثل بين قوانين الصوت وقوانين الضوء مثلا. يعني المعادله المعبره عن الطول الموجي المصاحب لحركه الجسيم لندا بتساوي اتش على بي ال او اتش على ام في. ونقف عند المعادله دي شويه، لندا طول الموجي المصاحب لحركه الجسيم بيساوي اتش على ام في او اتش على بي ال. نقف عندها شويه. اول سؤال مشهور عليها، عل المشهور، يقل الطول الموجي المصاحب لحركه الالكترون بزياده سرعته. اروح حاطط المعادله قدامي اقول له لانه لندا بتساوي اتش على ام في، وبالتالي كلما زادت الفي قلت اللندا. سؤال تاني مشهور جدا، الكترون وبروتون يتحركان بنفس السرعه، فايهم له طول موجي اكبر؟ فبحط المعادله قدامي، لندا بتساوي اتش على ام في. طب لما الاثنين يتحركوا بنفس السرعه يبقى صاحب الكتلة الأقل وهو الإلكترون هيبقى عنده طول موجي أكبر، لأن العلاقة هنا تبقى علاقة عكسية. وممكن للمقارنة بقول لندا إلكترون على لندا بروتون بيساوي ام في إلكترون، ام في بروتون على ام في إلكترون. تاني، لندا إلكترون على لندا بروتون بيساوي العكس بقى، ام في بروتون على ام في إلكترون. طيب هل يمكن تعجيل الإلكترون؟ نعم، لانه له شحنه وله كتله سكونيه. طب ادينا طريقه للتعجيل. والله الالكترون سالب، لو اتحط في فرق جهد عالي قوي هيتحرك بسرعه كبيره. تبعا لقانون بقاء الطاقه هتتحول الطاقه الكهربائيه المسيطره على الالكترون الى طاقه حركيه من خلال معادله بتقول انه اي في، اي في اي اللي هي شحنه الالكترون، في في اللي هو فرق الجهد، بتتحول لطاقه حركيه اللي هي نص ام في تربيع، اللي هي نص كتله الالكترون في مربع سرعته. فكلما زاد فرق الجهد، يعني زادت شدة المجال اللي الإلكترون موجود فيها، هتزداد سرعته. إذن يمكن تعجيل الإلكترون. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنستفيد إيه من تعجيل الإلكترون؟ لو عجل الإلكترون يبقى الطول الموجي المصاحب لحركته هيقل. طب ده هيفيدني في إيه بقى؟ في الميكروسكوب الإلكتروني اللي هنتكلم عنه دلوقتي. الميكروسكوب الإلكتروني كان علاج لمشكلة كبيرة بالنسبة للبشر، اللي هي في حاجة اسمها جماعة شرط الرؤية. شرط رؤية أي جسيم أن يكون الطول الموجي للأشعة الساقطة عليه أصغر من تفاصيل الجسم. طيب إحنا الأشعة اللي الإنسان بيشوف بيها اللي هي أشعة الضوء، الأشعة دي طولها الموجي ينحصر ما بين 400 و700 نانومتر. طب لو في جسم طوله أقصر من 400 نانومتر يبقى لن يرى باستخدام الأشعة الضوئية، زي الفيروسات. ونيجي هنا على المشهور، لا يمكن رؤية الفيروسات باستخدام، أو لا يمكن رؤية بعض الفيروسات باستخدام الميكروسكوب الضوئي. أقول له لأن طولها أقصر من الطول الموجي لأشعة الضوء المرئي، وبالتالي لا يتحقق شرط الرؤية. طب عشان نشوف الفيروسات دي بقى عملنا إيه؟ فكرنا في إن إحنا نستخدم أشعة يكون طولها الموجي أقصر من هذا الفيروس. طب الأشعة دي اللي هي مين بقى؟ أشعة إلكترونية. طب هل أنا أقدر أصغر طولها الموجي أوي كده؟ أحط معادلتين قدامي. معادلة بتقول اي في بتساوي نص ام في تربيع، ومعادلة تانية بتاعت دي براولي لندا بتساوي اتش على ام في. وبالتالي هنمشي خطوة خطوة، لما ازود فرق الجهد على الالكترونات السرعة هتزيد قوي، ما هو اي في بتساوي نص ام في تربيع. طب لما السرعة تزيد قوي يبقى لندا بتساوي اتش على ام في، لما السرعة هتزيد الطول الموجي هيقل ويصبح اقصر من طول الفيروس. وبالتالي هنعمل ميكروسكوب موازي للميكروسكوب الضوئي، ولكن نستبدل الضوء العادي بشعاع الكترونات. يعني بدل في الميكروسكوب الضوئي، انا لو تصورت المشهد، لو قدامي ميكروسكوب ضوئي بحط الشريحه بتاعتي ويبقى في مصباح كده بيسقط الضوء على الشريحه، والضوء بيعدي من هذه الشريحه وبعدين يمر على عدسه اسمها شيئيه ثم عدسه عينيه وانا بص من خلاله. طب انا عايز بقى مش نفعاني الاشعه دي خالص، فبروح اجيب ايه بقى؟ بجيب فتيله وبسخنها، يعني فيها انبعاث كهروحراري برضه اهوت، تخرج الالكترونات واسرعها قوي، بس ده طبعا كله بيبقى في حيز مفرغ من الهواء. الالكترونات دي تحمل بسرعه كبيره جدا، يعني طول موجي صغير، تسقط على الفيروس او الشيء المراد رؤيته، فتخترق جسمه بنسب متفاوته حسب كثافات جسم الفيروس، وبعدين تعدي، وبعدين انا اتحكم في مسار الاشعه ديت باستخدام عدسات كهربيه وعدسات مغناطيسيه تكبر حزمه الاشعه، ويتم اسقاطها على لوح فوتوغرافي فتتكون صوره لهذا الجسم.
وإذا أردت رؤية تفاصيل أكثر دقة أو أصغر أزود فرق الجهد المستخدم. لما أزود فرق الجهد المستخدم هتزيد سرعة الإلكترونات وبالتالي يقل الطول الموجي المصاحب لها، وبالتالي أستطيع رؤية تفاصيل أكثر دقة. لما يقول لي في الامتحان ما هي فكرة عمل الميكروسكوب الإلكتروني أو اعتمدنا على إيه في الميكروسكوب الإلكتروني، هقول له اعتمدنا على الطبيعة الموجية المصاحبة للإلكترونات. طيب نيجي بعد كده الفصل ال 13، نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل ال 13 اسمه الأطياف الذرية. أنا مش همشي بالترتيب بتاع الكتاب، هحاول أمشي بترتيب كده يفهمنا حاجة حاجة. الأطياف الذرية، نقف عند كلمة طيف. يعني إيه الطيف؟ الطيف هو نواتج تحليل الضوء إلى مكوناته المرئية وغير المرئية. ماشي. طب وإحنا هنحلل الضوء ده باستخدام منشور. ماشي. بس هنكبر بقى المنشور شوية ونهيئه بحيث يبقى الموضوع مظبوط قوي. فهنعمل حاجة اسمها المطياف. نيجي بقى قصاد المطياف كده بالراحة. المطياف يجي ازاي في الامتحان؟ اولا اسمه المطياف اسمه السبكتروغراف او السبكتروميتر. ماشي. وظيفته تحليل الضوء الى مكوناته المرئية وغير المرئية والحصول على طيف نقي وتقدير درجات حرارة النجوم. يتكون المطياف من ثلاث عناصر اساسية بالراحة بقى. اهم قطعة في المطياف هي المنشور. طب والمنشور ده عشان يحلل لازم يبقى مهيئ لوضع النهاية الصغرى للانحراف. طب وعشان يهيئ للوضع ده بسهولة محطوط على منضدة قابلة للدوران. يبقى منشور موضوع على منضدة قابلة للدوران ليسهل تهيئته دائما في وضع النهاية الصغرى للانحراف. طب الأشعة اللي هتسقط على المنشور عشان تتحلل أنا عايزها أشعة متوازية. طب عشان تبقى متوازية أفكرك بشغل إعدادية شوية. العدسة المحدبة، العدسة المحدبة لو في أشعة سقطت عليها متوازية وموازية لمحورها الأصلي تتجمع في نقطة اسمها البؤرة. طب لو الأشعة كانت جاية من البؤرة سقطت على العدسة هتخرج من العدسة متوازية. فده اللي احنا هنعمله. في حاجة اسمها المجمع. المجمع ده عبارة عن ايه؟ أنبوبة كده فيها فتحة مستطيلة يمكن التحكم في اتساعها بواسطة مسمار ألوز. الفتحة دي بيتم إدخال الضوء المراد تحليله منها. الفتحة دي موجودة في بؤرة عدسة محدبة، فتخرج الأشعة من البؤرة دي تسقط على العدسة تخرج من العدسة متوازية. يكون مين مستنيها بقى؟ المنشور المهيئ في وضع النهاية الصغرى انحراف. تخرج الأشعة من المنشور شكلها إيه بقى؟ بحيث تكون أشعة كل لون متوازية فيما بينها وغير موازية لأشعة الألوان الأخرى. تاني، تخرج الأشعة من المنشور بحيث تكون أشعة كل لون متوازية فيما بينها وغير موازية لأشعة الألوان الأخرى. بيكون مستنيها عدسة اسمها عدسة شيئية بتاعة التلسكوب اللي أنا هنظر من خلاله. طب العدسة الشيئية دي اسمع بقى، أي عدسة بيسقط عليها عدسة محدبة أشعة متوازية مش شرط إنها تكون موازية لمحور الأصل. لو كانت موازية لمحور الأصل تتجمع في بؤرة اسمها بؤرة أصلية. طب لو غير موازية لمحور الأصل تتجمع في بؤرة اسمها بؤرة ثانوية. طب العدسة الشيئية بتاعة التلسكوب جات لها عدة ألوان أشعة كل لون متوازية فيما بينها وغير موازية للألوان الأخرى. فعشان كده شيئية التلسكوب هتجمع أشعة كل لون في بؤرة خاصة لأن أشعة كل لون جاية متوازية أساسا. طب البؤرة الخاصة دي هشوفها إزاي بقى؟ هشوفها أنا من خلال العدسة العينية. طب يجي سؤال في الامتحان على الجزئية دي، تعالوا نفصصه كده. يتكون المطياف من 1 2 3، يبقى منشور مجمع تلسكوب. السؤال الثاني والأهم، اشرح كيف يمكنك الحصول على طيف نقي باستخدام المطياف. أولا هو يعني طيف نقي. طيف نقي يعني طيف ألوانه غير متداخلة، يعني ما تبقاش الألوان داخلة في بعضيها، كل لون محدد كده. طيب الخطوات، واحد يتم إضاءة الفتحة المستطيلة بمصدر الأشعة المراد تحليل طيفه فتخرج الأشعة من العدسة بتاعة المجمع متوازية. اثنين، فتسقط على المنشور المهيئ لوضع النهاية الصغرى انحراف. ثلاثة، فتخرج من المنشور بحيث تكون أشعة كل لون متوازية فيما بينها وغير موازية لأشعة الألوان الأخرى. تقوم شيئية التلسكوب بتجميع كل منها في بؤرة خاصة. أربعة، يمكن رؤيتها محددة بواسطة عينية التلسكوب. ده كان المطياف، رسمته في كتاب الوزارة في غاية الأهمية، وبصوا عليها كويس هتلاقي تفاصيل مهمة قوي في رسمة المطياف. بكرر تاني يا جماعة، رسمة المطياف في كتاب الوزارة رسمة مهمة جدا، راجع عليها كويس، بص للتفاصيل اللي فيها بدقة. طيب بعد كده
كان في بقى حاجة اسمها الطيف، أنواع الطيف، طيف مستمر أو متصل وطيف خطي. نمسك الطيف المستمر، ما هو شكل الطيف المستمر؟ الطيف المستمر هو طيف يحتوي على كل الأطوال الموجية في مدى معين دون فواصل. طيب أحصل عليه إزاي؟ من الأجسام الصلبة المتوهجة لدرجة البياض، الجسم الصلب المتوهج لدرجة البياض لما حلل الضوء بتاعه بيبقى كل الألوان موجودة، ولا يمكن استخدامه في التمييز بين عنصر وآخر، ما أقدرش أميز بيه طيف فلان عن طيف فلان. طيب ولكن الطيف الخطي بقى، الطيف الخطي طيف بيحتوي على بعض الأطوال الموجية بس. طب ده عشان أحصل عليه أولا شكله إيه؟ هو نوعين، طيف انبعاث خطي وطيف امتصاص خطي. طيف الانبعاث الخطي بس صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. طيف الانبعاث الخطي أجيب العنصر أوصله لدرجة إنه يبقى بخار بالحرارة، فيبقى في صورة ذرات منفصلة، فلما تثار ذراته، خد بالك بقى من الكلام، مفيش ذرة فيها مستوى طاقة زي مستوى طاقة في ذرة تانية، بمعنى مستوى الطاقة التاني والتالت والرابع والخامس كلهم يعني بيختلفوا عن مستويات الطاقة في أي ذرة، يعني مثلا التاني في الحديد غير التاني في النحاس غير غير غير. طيب فالذرة لما تستثار إلى مستويات الإثارة بتاعتها وتيجي تسترخي بعد كده، فهتطلع فوتونات خاصة بيها هي تختلف عن جميع الفوتونات في الذرات الأخرى. لو أنا حللت هذه الفوتونات هتديني خطوط محددة تظهر في صورة خلفية معتمة عليها بعض الخطوط الساطعة والتي يختلف لونها باختلاف موقعها من الطيف. يعني إيه الجملة دي؟ يظهر طيف الانبعاث الخطي في صورة خلفية معتمة ما فيهاش ألوان ولكن فيها بعض الخطوط الساطعة. طب لونها إيه الخطوط دي بقى؟ يختلف لونها باختلاف موقعها من ألوان الطيف، يعني في البداية أحمر، في النص أخضر مثلا، في الآخر بنفسجي، يعني حسب الموقع اللي هي فيه ماشي، وتختلف من عنصر لآخر. فعشان كده ده اسمه طيف ذري، عشان بحصل عليه دايما في صورة إيه؟ ذرات منفصلة، يعني لا يمكن الحصول عليه إلا لما تكون المادة في صورة ذرات منفصلة، وكمان بميز بيه بين عنصر وآخر، يعني لكل عنصر طيف خطي مميز له ماشي. في طريقة أسهل لمعرفة نوع العنصر من خلال طيف اسمه طيف الامتصاص الخطي، عند درجة حرارة أقل من المطلوبة لطيف الانبعاث الخطي أقدر أحصل على طيف الامتصاص. طب ده شكله إيه؟ شكله خلفية ساطعة عليها بعض الخطوط المعتمة. طب بحصل عليه إزاي؟ أجيب العنصر بتاعي اللي أنا عايز أشتغل عليه وبخره برضه، ويتم إسقاط ضوء أبيض عليه، يتم إسقاط ضوء أبيض على هذا البخار. فلما يمر الضوء الأبيض على ذرات البخار ده، ذرات البخار بتمتص من الضوء الأبيض بعض الفوتونات الخاصة بها، وبالتالي عند تحليل الضوء الأبيض بعد مروره من هذا البخار مش هتبقى كل الألوان موجودة بقى، ما فيها ألوان امتصت، هتختفي بعض الألوان واللي هي كانت بتظهر في طيف الانبعاث لنفس العنصر دوت، فهيظهر في صورة خلفية ساطعة عليها بعض الخطوط المعتمة. وبالمناسبة لو جبنا طيف انبعاث وطيف امتصاص لنفس العنصر وكملناهم مع بعض يديني كل الألوان. طيب أشهر طيف امتصاص هو خطوط فراونهوفر. لما حللنا طيف الشمس بدقة لقينا طيف الشمس بعض الألوان مش موجودة فيه. دي بسبب إيه؟ ضوء الشمس لما عدى على الغازات والأبخرة الموجودة في الجو الخارجي للشمس، هذه الغازات امتصت بعض الأطوال الموجية الخاصة بها، فعند تحليل ضوء الشمس اختفت هذه الأطوال الموجية من ضوء الشمس. دي اسمها خطوط فراونهوفر، هي خطوط معتمة موجودة في نواتج تحليل ضوء الشمس، وهي عبارة عن أطياف امتصاص خطية للعناصر الموجودة في الجو الخارجي للشمس. طيب الموضوع اللي بعد كده، احنا كده اتكلمنا عن المطياف وعن الطيف، في موضوعين فاضلين بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. في موضوع اسمه موضوع أشعة إكس، وموضوع الـ طيف ذرة الهيدروجين. نتكلم بالراحة بقى، طيف أو نتكلم على أشعة إكس. إيه هي أشعة إكس؟ أشعة إكس هي أشعة كهرومغناطيسية ماشي، غير مرئية ماشي، طولها الموجي صغير جدا، من 10 أس ناقص 8 ل 10 أس ناقص 13 متر، وتنحصر ما بين الأشعة فوق البنفسجية وأشعة جاما. سميت في البداية بالأشعة المجهولة لأنها ما كانتش معروفة، وبعدين التصق بها الاسم بقى الأشعة المجهولة، أشعة إكس أو أشعة سين أو الأشعة السينية. طيب تتميز بأربع خصائص: واحد، لها قدرة كبيرة على تأيين الغازات،
يعني ايه تأيين الغازات؟ يعني ذرة الغاز كده لما يسقط عليها أشعة إكس، فوتون أشعة إكس ده طاقته كبيرة قوي، فيدي لذرة الغاز طاقة كبيرة، فمش يثيرها بس، لا ده بيأينها خالص، يبقى لها قدرة كبيرة على تأيين الغازات على لكبر طاقتها. اتنين، لها قدرة كبيرة على اختراق الأوساط، تقدر تخترق من الأوساط. ليه؟ لأن طولها الموجي صغير، أصغر من المسافات البينية بين أوساط كتير، عشان كده أشعة إكس لما تحط إيدك قدامها وتعدي أشعة إكس هتعدي من جسمك، هي بس مش هتعدي من العظم، إنما هتعدي من اللحم عادي، لأن طولها الموجي قصير جدا، يبقى لها قدرة عالية على تأيين ذرات الغاز لكبر طاقتها. كمان لها قدرة على اختراق الأوساط لصغر طولها الموجي. تلاتة، تحيط في البلورات. البلورات يا جماعة يعني بلورات، يعني إيه بلورة؟ ترتيب هندسي منتظم لذرات الجوامد. ذرات الجوامد بتاخد ترتيب هندسي منتظم. طب وللتعرف عليه بنجيب أشعة إكس نسقطها على بلورة الجامد، فتعدي من المسافات البينية اللي بين الذرات، فيحصل لها حيود، وبعد ما تحيد بيحصل لها تداخل، وتتكون على حائل بعد كده هدب مضيئة ومعتمة، حسب شكلها بيختلف حسب الترتيب الهندسي للذرات، فمن خلال شكل الهدب بقدر أعرف ترتيب أو شكل الهندسي لترتيب البلورات دي أو ترتيب ذرات البلورات. يبقى لها قدرة على تأيين الغازات، لها قدرة على اختراق الأوساط، تحيط في البلورات، تؤثر على الألواح الفوتوغرافية، كل دي من خصائص أشعة إكس. طب كيف تحصل على أشعة إكس؟ الجهاز المستخدم للحصول على أشعة إكس اسمه أنبوبة كوليدج، وده طبعا بيجي في كتير في الامتحان، اذكر استخدام لأنبوبة كوليدج تستخدم للحصول على أشعة إكس. طب إزاي باختصار؟ أنبوبة كوليدج هي عندها فتيلة بتسخن الإلكترونات، طب الإلكترونات دي بتتحط في مجال عالي الطاقة، يعني فرق جهد عالي جدا، فالإلكترونات تخرج مندفعة تصطدم بحاجة اسمها الهدف، فلما تصطدم بالهدف تفقد جزء من طاقتها أو كل طاقتها في صورة إشعاع كهرومغناطيسي، هو ده أشعة إكس. طيب أما التفاصيل بقى، صلي على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم، أنا عايزك التفاصيل تركز فيها، بس قبل التفاصيل عايز أفكرك بنظرية اسمها نظرية ماكس والهيرتز. بتقول إيه بقى النظرية دي؟ إذا تحرك جسيم مشحون بعجلة فإنه يفقد طاقته بالتدريج في صورة إشعاع كهرومغناطيسي. لا بالراحة تاني، إذا تحرك جسيم مشحون يعني إلكترون بروتون بعجلة، يعني إيه بعجلة؟ يعني سرعته بيتغير مقدارها أو اتجاهها، فإنه يفقد طاقته بالتدريج في صورة إشعاع كهرومغناطيسي. يبقى هنحط الكلمة دي عشان نسند عليها، نظرية ماكس والهيرتز بتقول إذا تحرك جسيم مشحون بعجلة فإنه يفقد طاقته بالتدريج في صورة إشعاع كهرومغناطيسي. طيب في أشعة إكس إحنا عملنا إيه؟ انطلقت الإلكترونات من الفتيلة رايحة تخبط في الهدف، فلما قربت من إلكترونات ذرات الهدف حصل تنافر ما بين الإلكترونات اللي جاية وإلكترونات ذرات الهدف، فإيه اللي حصل بقى؟ تناقصت سرعة الإلكترونات القادمة من الفتيلة. حط خط تحت تناقصت السرعة دي، تناقصت السرعة يعني في عجلة أهو، إذن هتفقد طاقتها بالتدريج في صورة إشعاع كهرومغناطيسي. الإشعاع ده بقى بيسموه إشعاع الفرملة أو إشعاع الكابح، ما هو الإلكترونات فرملت. طيب تفاصيل هذا الإشعاع، هل هو خطي ولا متصل؟ وعلل. هقول له إن الإلكترونات دي هتفقد طاقتها بالتدريج وعلى دفعات وبدرجات متفاوتة، وبالتالي يكون هذا الإشعاع يحتوي على كل الأطوال الموجية الممكنة في مدى معين، فيكون هذا الإشعاع إشعاع متصل، وبيسموه برضو الإشعاع اللين أو الإشعاع الناعم. طيب يعني عايز تقول كل الأطوال الموجية في مدى معين؟ طب أقل طول موجي فيها يعني أكبر تردد يعني أعلى طاقة يختلف باختلاف إيه؟ لو زودت فرق الجهد هتزيد سرعة الإلكترونات، تبقى عند العلاقة في إيه بتساوي نص إم في تربيع، فلو زادت سرعة الإلكترون اللي هو جاي من الفتيلة ده لما يبتدي تتحول طاقته لفوتون هيبقى فوتون طاقته أعلى، يعني تردده أعلى، يعني طول الموجي أقل. يعني كلما زاد فرق الجهد بين الفتيلة والهدف في أنبوبة كوليدج زادت سرعة الإلكترونات، وبالتالي زادت طاقة الفوتونات الصادرة، وبالتالي
قل الطول الموجي للإشعاع أو الحد الأدنى للطول الموجي اسمه لمضة مينيمم. طب لو زودت فرق الجهد كمان يعني زودت فرق الجهد قوي الإلكترونات سرعتها هتزيد قوي ومتعمل حادثة. إيه الحادثة دي بقى وإيه تفاصيلها؟ صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. لو زودت فرق الجهد قوي فالإلكترونات اللي جاية من الفتيلة دي سرعتها زادت قوي فتتمكن من اختراق المستويات الخارجية لذرات الهدف، تعدي من المستوى الأول والتاني وتقوم خبطة ذرة الهدف فين؟ في إلكترون قريب من نواتها. يبقى الحادثة دي مين خبط مين؟ الإلكترون اللي جاي من الفتيلة خبط مين؟ إلكترون من الإلكترونات القريبة من نواة ذرة الهدف، فيحصل له إيه بقى؟ الإلكترون ده يكتسب طاقة عالية. طب هيروح فين؟ يا إما يخرج برة الذرة خالص يا إما ينتقل لمستوى خارجي. طيب يبقى ده المخبوط حصل له ايه؟ اكتسب طاقة كبيرة فخرج خارج الذرة او انتقل لمستوى خارجي. طب اهل المخبوط هيعملوا ايه؟ اللي هي الذرة بقى بتاعت الهدف، تقوم بسرعة جايبة الكترون من مستوى خارجي تنزله مكان الالكترون اللي طار دوت، فيظهر فرق الطاقة في صورة فوتون، وده طبعا بيبقى انبعاث خطي او فوتون خطي له طول موجي محدد، يعني اشعاع خطي له طول موجي لان ده خارج من ذرة الهدف اهو، يعني ده اشعاع ذري اهو. طيب يبقى خد بالك لو احنا حللنا طيف أشعة إكس، يتكون طيف أشعة إكس من مركبتين، طيف متصل وطيف خطي، هقولهم تاني بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قول لي كل اللي تعرفه عن الطيف المتصل لأشعة إكس. الطيف المتصل لأشعة إكس هو طيف بينتج منين؟ من تناقص سرعة إلكترونات الفتيلة عندما اقتربت من إلكترونات ذرات الهدف، ففقدت جزء من طاقتها في صورة إشعاع كهرومغناطيسي تبعا لنظرية ماكس والهيرتز. وبما أن طريقة فقدانها للطاقة تكون بالتدريج وعلى دفعات وبدرجات متفاوتة، وبالتالي فإن هذا الطيف الصادر منها يحتوي على كل الأطوال الموجية في مدى معين فيكون طيف إيه؟ متصل. طب ويتوقف الطول الموجي الأدنى أو الحد الأدنى للطول الموجي للإشعاع المتصل على فرق الجهد بين الفتيلة والهدف، ماشي. أما الطيف الخطي لأشعة إكس، أولا يتوقف ظهوره على فرق الجهد. يعني إيه؟ يعني عند فروق الجهد المنخفضة لا يظهر الطيف الخطي. طب علل، لأن ظهوره يحتاج سرعة كبيرة للإلكترونات وبالتالي يحتاج إلى فرق جهد كبير بين الفتيلة والهدف، ماشي. طيب يعني عند فروق الجهد المنخفضة لا يظهر الطيف الخطي، ماشي. طب عند فروق الجهد العالية تكتسب الإلكترونات سرعة كبيرة فتتمكن من الوصول لإلكترون قريب من نواة ذرة الهدف فتكسبه طاقة كبيرة، فإما يخرج خارج الذرة وإما ينتقل إلى مستوى خارجي للذرة، فتقوم ذرة الهدف بنقل إلكترونات أو أحد الإلكترونات القريبة الإلكترونات من المستوى الخارجي إلى المستوى الداخلي فيخرج فرق الطاقة في صورة فوتون. طب استنى بقى، هذا الفوتون يحمل طاقة تساوي فرق الطاقة بين المستويين. طب هذا الفوتون يكون له طاقة وتردد وطول موجي يتوقف على نوع ذرة الهدف. ازاي؟ كل ما كان العدد الذري لذرة الهدف كبير، كل ما كان تاني العدد الذري لذرات الهدف كبير يحصل ايه بقى؟ يبقى مستويات الطاقة بتاعتها ليها طاقة عالية، فيبقى فرق الطاقة ده هيبقى كبير، يبقى تردد الفوتون الصادر كبير، يبقى طول الموجي قليل. يعني يقل الطول الموجي للأشعة الخطية لأشعة إكس أو للطيف الخطي، يقل الطول الموجي بزيادة العدد الذري لذرات مادة الهدف. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مجموعة أسئلة على أشعة إكس برضو. واحد، التنجستين هدف شائع في أنبوبة كوليدج. أقول له لكبر درجة انصهاره، درجة انصهاره كبيرة بيتحمل درجات حرارة عالية دون أن ينصهر. طب ده مهم؟ لأنه جزء كبير من الطاقة، ده حوالي أكثر من 95% من الطاقة الكهربائية المستنفذة في أشعة في أنبوبة كوليدج بتتحول لطاقة حرارية، فيعني الهدف ده بيسخن جدا فلازم يكون درجة انصهاره عالية. كمان في ساق نحاس فوق الهدف عليها ريش تبريد عشان تعمل على زيادة مساحة السطح المعرض للهواء وبالتالي تعمل على سرعة تبريد الهدف. كمان في أنبوبة كوليدج لما يسألني لزيادة قدرة أشعة إكس على النفاذ أعمل إيه؟ عايز أزود قدرة أشعة إكس على النفاذ؟ يعني عايز أصغر طولها الموجي.
طب وعشان اصغر طولها الموجي لازم اكبر التردد، وعشان اكبر التردد لازم اكبر الطاقه بتاعتها. طب وعشان اكبر الطاقه ارجع لقانون بقاء الطاقه اللي هو ايه بقى؟ لازم ازود فرق الجهد المستخدم، تمام، وازود العدد الذري لذرات الهدف، بزود الاثنين دول. اما ازود فرق الجهد هقلل الطول الموجي الادنى للاشعه المتصله، ولما ازود العدد الذري لذرات الهدف هقلل الطول الموجي للاشعه الخطيه. يبقى لزياده قدره اشعه اكس على النفاذ من الاوساط اقلل طولها الموجي، وده بزياده فرق الجهد وبزياده العدد الذري لذرات الهدف. ازاي تزود شده اشعه اكس؟ شده يعني عايز عدد الفوتونات يبقى كتير، وبالتالي عايز عدد الالكترونات يبقى كتير. فهنا هتعمل حاجتين، هتزود فرق الجهد عشان تزود طاقه الفوتونات، وتزود تيار الفتيله فيزود عدد الالكترونات المنبعثه في الثانيه. طيب احنا لسه مع اشعات اكس، في حاجه اسمها كفاءه انبوبه كوليدج. كفاءه انبوبه كوليدج، كفاءه انبوبه كوليدج هي كفاءه اي جهاز بتساوي الطاقه المرغوبه الصادره منه على الطاقه المستهلكه جواه. فكفاءه انبوبه كوليدج ايه الطاقه اللي صادره منها؟ طاقه اشعه اكس. طب ايه الطاقه اللي داخله جوه الانبوبه؟ طاقه كهربائيه. يعني عايز تقول كفاءه انبوبه كوليدج بتساوي طاقه اشعه اكس على الطاقه الكهربائيه. اه طب المفكوك بقى بالراحه، المفكوك بتاع الطاقه الكهربائيه بيبقى في اي تي، في اي تي. طب مفكوك طاقه اشعه اكس، خليك معايا واحده واحده. مش اشعه اكس دي فوتونات؟ اه، كل فوتون اتش نيو. طب هما ليهم عدد، يبقى يتحط مكانه ان، يبقى اتش نيو في ان. طب بس الان دي عشان اطلع الزمن بقى، عشان يبقى ممكن اشطب الزمن مع الزمن، في حاجه اسمها فاي ال. فاي ال اللي هو معدل سقوط الفوتونات او خروج الفوتونات. فاي ال بيساوي ان على تي، العدد على الزمن، مقص، يبقى الان بتساوي فاي ال تي. يبقى بالراحه كده طاقه اشعه اكس هيتحط مكانها اتش نيو ان، حيث ان دي عدد الفوتونات، هشيل الان واحط فاي ال في تي، يبقى طاقه اشعه اكس اتش نيو فاي ال تي على الطاقه الكهربائيه في اي تي، ويجوز شطب التي مع التي. فيبقى كفاءة أنبوبة كوليدج تبقى قدرة أشعة إكس على القدرة الكهربية، تبقى بتساوي اتش نيو فاي ال على الفي في الآي. طيب ده كانت أشعة إكس. هنرجع بقى خالص اللي هو تفسير بور لطيف ذرة الهيدروجين. طيف ذرة الهيدروجين ده شكله إيه؟ لما عملنا الهيدروجين في صورة ذرات منفصلة وسخناها وخدنا الطيف الصادر وحللناه بالمطياف، فوجدناه خمس مجموعات من الخطوط. مجموعة في منطقة الأشعة فوق البنفسجية، يعني دي طولها الموجي قصير وطاقتها عالية، اسمها مجموعة ليمن. ومجموعة في منطقة الضوء المرئي طولها الموجي أكبر شوية وطاقتها أقل شوية، اسمها مجموعة بالمر. طب وثلاث مجموعات متتالية في مجموعة في منطقة الأشعة تحت الحمراء، يبقى أطوالهم الموجية بتتزايد، طاقتهم بتتناقص، اسمهم باشن براكت فوند. يبقى أنا عندي خمس مجموعات، يبقى يتكون طيف الهيدروجين من خمس متسلسلات من الخطوط أو خمس مجموعات من الخطوط تقسم حسب أطوالها الموجية. يبقى دي على أي أساس تم تقسيم طيف ذرة الهيدروجين؟ على أساس الإيه؟ الطول الموجي. مجموعات ليمان بالمر باشن براكت فوند. طيب فسر يا عم بور. بور قال إيه؟ قال لما يكون عندي عدد كبير من الذرات تمت إثارته، هيثار إلى مستوى واحد ولا مستويات مختلفة؟ هيثار إلى جميع المستويات الممكنة. طيب لما يثار إلى جميع المستويات الممكنة، لما يجي يسترخي في احتمالات، في احتمال أن تعود، ما هو أنا مش عندي ذرة واحدة يا جماعة، أنا عندي ملايين الذرات. ملايين الذرات دي لما تيجي تسترخي، في منها من يعود إلى المستوى الأول. يعود منين؟ واحدة ذرة جاية من التاني للأول، وذره جايه من الثالث للاول، ومن الرابع للاول، ومن الخامس للاول، ومن السادس للاول، ومن السابع للاول، ومن ما لا نهايه، يعني من خارج، يعني الكترون عاده من خارج الذره الى داخل الذره. ففي هنا احتمالات. طيب كنا نقدر نحسب طاقه كل مستوى، وبالتالي طاقه كل مستوى في الهيدروجين اي ان بتساوي سالب 13.10 على ان تربيع الكترون فولت، فاحنا نقدر نحسب طاقه كل مستوى، وبالتالي نقدر نحسب الطاقه الصادره على شكل فوتون من هذا الانتقال. فلما نحسب طاقة الفوتون نحسب تردده ونحسب طول الموجي، وبالتالي نقدر نحدد مكانه في الطيف. فبور قال إن عودة الإلكترونات من جميع مستويات المستوى الأول بعد حسابها لقاها عبارة عن فوتونات أطوالها الموجية تقع في منطقة الأشعة فوق البنفسجية،
يبقى ده تفسير مجموعة ليمان ناتجة من عودة الإلكترونات من جميع مستويات المستوى الأول. طب وبالمر ناتجة من عودة الذرات من جميع المستويات إلى المستوى الثاني. باشن للثالث، براكت للرابع، فوند للخامس. ده كان تفسير بور لطيف ذرة الهيدروجين. في سؤال مشهور بيجي في الامتحان يقول لي لو كان أنا عندي أربع مستويات طاقة يتحرك الذرة ما بينهم، ففي كده كام احتمال للفوتون أو كام احتمال للانتقالات؟ لو أربع مستويات لو حسبتها هتلاقي العودة للأول ليها ثلاث احتمالات، من الثالث للرابع، من الثاني للرابع، من الأول للرابع، يبقى دي كده ثلاثة. طب والعودة للثاني؟ من الثالث للثاني ومن الرابع للثاني، يبقى احتمالين بس، والعودة للثالث هو احتمال واحد. لما تعدهم تلاقيهم ثلاثة واثنين وواحد، يطلعوا كام احتمال؟ ستة. يبقى عشان نربطها بسهولة ما نقعدش نرسم في الامتحان، لو أنا عندي أربع مستويات أعرف الاحتمالات إزاي، أجمع ثلاثة واثنين وواحد يطلعوا ستة. طب لو عندي خمس مستويات هجمع خمسة وأربعة وثلاثة واثنين وواحد، هجمع أربعة وثلاثة واثنين واحد يعني يطلع كام احتمال؟ عشر احتمالات. تاني لو عندي خمس مستويات هيبقى فيه كام احتمال؟ أربعة وثلاثة واثنين واحد يطلعوا عشر احتمالات وهكذا، يعني لو ست مستويات هيطلعوا 15 انتقال ممكن. ده كان تفسير بور لطيف ذرة الهيدروجين. الليزر، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الليزر هو الفصل 14. الفصل 14 الليزر من أبسط وأجمل الفصول اللي عندنا. اسمه ايه الليزر او معنى كلمة الليزر؟ الليزر معناها تكبير او تضخيم الشدة الضوئية بواسطة الانبعاث الاشعاعي المستحس. ماشي، نقف عند الجملة دي. انواع الانبعاث، في انبعاث تلقائي وانبعاث مستحس. الانبعاث التلقائي يعني ايه؟ ذرة اثيرت خلصت زمن اثارتها لوحدها من غير اي مؤثر خارجي، تعود وتسترخي وتنتج فوتون. هذا الفوتون طاقته بتساوي ايه؟ E2 ناقص E1. طاقة الفوتون تساوي E2 ناقص E1. للأسف وقت حلقتنا خلص، هنبدأ المرة الجاية إن شاء الله من الفصل 14. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم اعزائي طلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله نكمل مع بعض الفصل 12 وان شاء الله ندخل في الفصل 13. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 12 كنا وقفنا عند ظاهره كومتون. ظاهره كومتون تعالوا نعرفها ونشوف ايه النتائج اللي وصلنا خلالها من ظاهره كومتون. ظاهره كومتون نصها لما يقول لي في الامتحان عرف ظاهره كومتون، اقول له اذا سقط فوتون اكس او جاما على الكترون حر فإن الفوتون يتشتت ويقل تردده والإلكترون يتشتت وتزداد سرعته. يبقى ده تعريف ظاهرة كومتون أو تأثير كومتون. طيب رقم اتنين، لما يقول لي فسر تأثير كومتون هقول له لا يمكن تفسير ظاهرة كومتون باستخدام النظرية الموجية، ولكن يفسر ما حدث أن هذا التصادم حدث مثل تصادم كرات البلياردو، أي أن هذا التصادم حقق قانون بقاء كمية التحرك وقانون بقاء الطاقة، أي أن هذا معناه أن للفوتون كمية تحرك، أي أن له كتلة وسرعة، أي أن للفوتون خصائص جسيمية. إذن تأثير كومتون يؤكد أن للفوتونات خصائص جسيمية. طيب لو حب يألف مسألة على تأثير كومتون هيبقى نص قانون الحل إيه؟ مجموع طاقة الفوتون زائد طاقة الإلكترون قبل التصادم بيساوي طاقة الفوتون زائد طاقة الإلكترون بعد التصادم، أو قانون بقاء كمية التحرك، يعني كمية تحرك الإلكترون زائد كمية تحرك الفوتون قبل التصادم بيساوي مجموع كميتي تحركهما بعد التصادم. طيب إيه إجمالي اللي حصل للفوتون في تأثير كومتون؟ واحد طاقته قلت، تردده قل، كتلته قلت، كمية تحركه قلت، ولكن سرعته ثابتة وطول الموجي هو اللي زاد. طيب يجي بعد كده كان في معادلة أينشتاين بتبدأ الجملة بأنه أينشتاين قام بدمج قانوني بقاء الكتلة وبقاء الطاقة. لو قال لي علل هقول له لأنه اكتشف أنه عند انشطار النواة يتحول جزء من كتلتها إلى طاقة، وهو عبر عن ده من خلال المعادلة المشهورة بتاعته E بتساوي MC تربيع،
ومن خلالها بيظهر أنه إذا تحول قدر يسير من الكتلة إلى طاقة فإنه يتحول إلى طاقة هائلة، لأنه إي اللي هي الطاقة بتساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، وبالتالي تبقى الطاقة هائلة جدا، إي بتساوي إم سي تربيع، دي معادلة أينشتاين. طيب بعد معادلة أينشتاين لما يقول لي عرف الفوتون أو اذكر كل ما تعرفه عن الفوتون، الجزئية اللي جاية دي مهمة جدا. الفوتون هو كم صغير من الطاقة، طاقته بتساوي اتش نيو يعني بتتوقف على تردده، يتحرك دائما بسرعة الضوء سي، له كتلة مصاحبة لحركته يمكن تعينها من العلاقة ام بتساوي اي على سي تربيع، يعني بتساوي اتش نيو على سي تربيع او اتش على سي لامدا، تكون هذه الكتلة مصاحبة لحركته فقط، اما كتلته السكونية فتساوي صفر، لان الفوتون اذا اصطدم بجسيم فإن كتلته تتلاشى وتتحول إلى طاقة يمتصها الجسم الذي سقط عليه هذا الفوتون، يعني كتلته السكونية بتساوي صفر للفوتون كمية تحرك، بي ال بتساوي ام سي أو بتساوي اي على سي أو بتساوي اتش نيو على سي أو اتش على لامدا، والصورة الأخيرة بتيجي كتير قوي في الامتحان، كمية تحرك الفوتون بتساوي اتش على لامدا. طيب بعد كده بيقول لي الفوتون له طول موجي، استنتج معادلة الفوتون أو استنتج معادلة الطول الموجي المصاحب لحركة الفوتون. بقول له ان لامدا اساسا بتساوي السي على نيو، لامدا بتساوي السي على نيو بالضرب في اتش على اتش، فهيطلع الناتج اتش سي على اتش نيو، بننزل السي لمقام المقام فبيطلع اللامدا بتساوي اتش على اتش سي على اتش نيو على سي، يعني اتش على بي ال، لامدا بتساوي اتش على بي ال. معادله الفوتون لامدا بتساوي اتش على بي ال ترجع اهميتها لانها بتظهر الصفات المزدوجه للفوتون، هي بتربط بين الخواص الموجيه والخصائص الجسيميه. طب في سؤال بيقول هل يمكن تعجيل الفوتون؟ هل يمكن تزويد سرعه الفوتون يعني؟ الاجابه لا، لانه غير مشحون وليست له كتله سكونيه. بعد الجزئيه دي بتيجي جزئيه ثانيه من منطق التماثلات الكونيه، بما اننا اكتشفنا ان للجسيمات خصائص موجيه. فهل بما ان اكتشفنا ان الموجات خصائص جسيميه، فهل للجسيمات خصائص موجيه؟ للجسيمات خصائص موجيه. للجسيمات خصائص موجيه لان احنا لو جبنا مثلا شعاع من الالكترونات او من جسيمات الفا مثلا واسقطناه على سطح عاكس فهينعكس بنفس قوانين الانعكاس، لو وفرنا له ظروف وسطين عشان ينكسر بينكسر بنفس قوانين انكسار الموجات، بيحصل له تداخل، بيحصل له حيود. إذن للجسيمات المتحركة خصائص موجية مصاحبة لها، تنعكس وتنكسر وتتداخل وتحيد. وممكن إجراء تجربة يانج باستخدام شعاع إلكتروني وبيكون هدب، وأقدر أجيب الطول الموجي المصاحب لشعاع الإلكترونات. دي براولي اكتشف أنه للجسيمات المتحركة طول موجي مصاحب لحركتها، لامدا بتساوي H على BL، أي أن معادلة الطول الموجي المصاحب لحركة الجسيم مماثلة تماما لمعادلة الطول الموجي للفوتون. ولا عجب في هذا، فإن احنا اعتدنا على التماثلات الكونية زي التماثل بين قوانين الصوت وقوانين الضوء مثلا، يعني المعادلة المعبرة عن الطول الموجي المصاحب لحركة الجسيم لامدا بتساوي H على BL أو H على MV. ونقف عند المعادلة دي شوية، لامدا طول الموجي المصاحب لحركة الجسيم بيساوي H على MV أو H على BL، نقف عندها شوية. أول سؤال مشهور عليها علل مشهور، يقل الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون بزيادة سرعته، أروح حاطط المعادلة قدامي أقول له لأنه لامدا بتساوي H على MV، وبالتالي كلما زادت الـV قلت اللامدا. سؤال تاني مشهور جدا، إلكترون وبروتون يتحركان بنفس السرعة فأيهم له طول موجي أكبر؟ فبحط المعادلة قدامي، لامدا بتساوي H على MV. طب لما الاتنين اتحركوا بنفس السرعة يبقى صاحب الكتلة الأقل وهو الإلكترون هيبقى عنده طول موجي أكبر، لأن العلاقة هنا تبقى علاقة عكسية. وممكن للمقارنة بقول لامدا إلكترون على لامدا بروتون بيساوي ام في إلكترون، ام في بروتون على ام في إلكترون. تاني، لامدا إلكترون على لامدا بروتون بيساوي العكس بقى، ام في بروتون على ام في إلكترون. طيب هل يمكن تعجيل الإلكترون؟ نعم، لانه له شحنه وله كتله سكونيه. طب ادينا طريقه للتعجيل. والله الالكترون سالب، لو اتحط في فرق جهد عالي قوي هيتحرك بسرعه كبيره. تبعا لقانون بقاء الطاقه هتتحول الطاقه الكهربائيه المسيطره على الالكترون الى طاقه حركيه من خلال معادله بتقول انه اي في اللي هي شحنه الالكترون، في في اللي هو فرق الجهد، بتتحول لطاقه حركيه اللي هي نص ام في تربيع، اللي هي نص كتله الالكترون في مربع سرعته. فكلما زاد فرق الجهد يعني زادت شدة المجال اللي الإلكترون موجود فيها هتزداد سرعته، إذن يمكن تعجيل الإلكترون. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
طب هنستفيد ايه من تعجيل الالكترون؟ لو عجل الالكترون يبقى الطول الموجي المصاحب لحركته هيقل. طب ده هيفيدني في ايه بقى؟ في الميكروسكوب الالكتروني اللي هنتكلم عنه دلوقتي. الميكروسكوب الالكتروني كان علاج لمشكله كبيره بالنسبه للبشر، اللي هي في حاجه اسمها يا جماعه شرط الرؤيه. شرط رؤيه اي جسيم ان يكون الطول الموجي للاشعه الساقطه عليه اصغر من تفاصيل الجسم. طيب احنا الاشعه اللي الانسان بيشوف بيها اللي هي اشعه الضوء، الاشعه دي طولها الموجي ينحصر ما بين 400 و700 نانومتر. طب لو في جسم طوله اقصر من 400 نانومتر يبقى لن يرى باستخدام الاشعه الضوئيه، زي الفيروسات. ويجي هنا علل المشهور، لا يمكن رؤيه الفيروسات باستخدام، او لا يمكن رؤيه بعض الفيروسات باستخدام الميكروسكوب الضوئي. اقول له لان طولها اقصر من الطول الموجي لاشعه الضوء المرئي، وبالتالي لا يتحقق شرط الرؤيه. طب عشان نشوف الفيروسات دي بقى عملنا ايه؟ فكرنا في ان احنا نستخدم اشعه يكون طولها الموجي اقصر من هذا الفيروس. طب الاشعه دي اللي هي مين بقى؟ اشعه الكترونيه. طب هل انا اقدر اصغر طولها الموجي قوي كده؟ احط معادلتين قدامي، معادله بتقول اي في بتساوي نص ام في تربيع، ومعادله ثانيه بتاعت دي براولي لامدا بتساوي اتش على ام في. وبالتالي هنمشي خطوه خطوه. لما ازود فرق الجهد على الالكترونات السرعه هتزيد قوي، ما هو اي في بتساوي نص ام في تربيع. طب لما السرعه تزيد قوي يبقى لامدا بتساوي اتش على ام في، لما السرعه هتزيد الطول الموجي هيقل ويصبح اقصر من طول الفيروس. وبالتالي هنعمل ميكروسكوب موازي للميكروسكوب الضوئي، ولكن نستبدل الضوء العادي بشعاع الكترونات. يعني بدل في الميكروسكوب الضوئي، انا لو تصورت المشهد لو قدامي ميكروسكوب ضوئي بحط الشريحه بتاعتي ويبقى في مصباح كده بيسقط الضوء على الشريحه، والضوء بيعدي من هذه الشريحه وبعدين يمر على عدسه اسمها شيئيه ثم عدسه عينيه وانا بص من خلاله. طب انا عايز بقى مش نفعان الاشعه دي خالص، فبروح اجيب ايه بقى؟ بجيب فتيله وبسخنها، يعني فيها انبعاث كهرباء حراري برضه اهوت، تخرج الالكترونات واسرعها قوي، بس ده طبعا كله بيبقى في حيز مفرغ من الهواء. الالكترونات دي تحمل بسرعه كبيره جدا، يعني طول موجي صغير، تسقط على الفيروس او الشيء المراد رؤيته، فتخترق جسمه بنسب متفاوته حسب كثافات جسم الفيروس، وبعدين تعدي، وبعدين انا اتحكم في مسار الاشعه ديت باستخدام عدسات كهربيه وعدسات مغناطيسيه تكبر حزمه الاشعه، ويتم اسقاطها على لوح فوتوغرافي فتتكون صوره لهذا الجسم. وإذا أردت رؤية تفاصيل أكثر دقة أو أصغر أزود فرق الجهد المستخدم، لما أزود فرق الجهد المستخدم هتزيد سرعة الإلكترونات وبالتالي يقل الطول الموجي المصاحب لها، وبالتالي أستطيع رؤية تفاصيل أكثر دقة. لما يقول لي في الامتحان ما هي فكرة عمل الميكروسكوب الإلكتروني أو اعتمدنا على إيه في الميكروسكوب الإلكتروني، هقول له اعتمدنا على الطبيعة الموجية المصاحبة للإلكترونات. طيب نيجي بعد كده الفصل ال 13، نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل ال 13 اسمه الأطياف الذرية. أنا مش همشي بالترتيب بتاع الكتاب، هحاول أمشي بالترتيب كده يفهمنا حاجة حاجة. الأطياف الذرية، نقف عند كلمة طيف. يعني إيه الطيف؟ الطيف هو نواتج تحليل الضوء إلى مكوناته المرئية وغير المرئية. ماشي. طب وإحنا هنحلل الضوء ده باستخدام منشور. ماشي، بس هنكبر بقى المنشور شوية ونهيئه بحيث يبقى الموضوع مظبوط قوي. فهنعمل حاجه اسمها المطياف. نيجي بقى قصاد المطياف كده بالراحه. المطياف يجي ازاي في الامتحان؟ اولا اسمه المطياف اسمه السبكتروجراف او السبكتروميتر. ماشي. وظيفته تحليل الضوء الى مكوناته المرئيه وغير المرئيه، والحصول على طيف نقي وتقدير درجات حراره النجوم. يتكون المطياف من ثلاث عناصر اساسيه بالراحه بقى. اهم قطعه في المطياف هي المنشور. طب والمنشور ده عشان يحلل لازم يبقى مهيئ لوضع النهاية الصغرى للانحراف. طب وعشان يهيئ الوضع ده بسهولة محطوط على منضدة قابلة للدوران. يبقى منشور موضوع على منضدة قابلة للدوران ليسهل تهيئته دائما في وضع النهاية الصغرى للانحراف. طب الأشعة اللي هتسقط على المنشور عشان تتحلل أنا عايزها أشعة متوازية. طب عشان تبقى متوازية أفكرك بشغل إعدادية شوية، العدسة المحدبة. العدسة المحدبة لو في أشعة سقطت عليها متوازية وموازية لمحورها الأصلي تتجمع في نقطة اسمها البؤرة. طب لو الأشعة كانت جاية من البؤرة سقطت على العدسة، هتخرج من العدسة متوازية، فده اللي احنا هنعمله. في حاجة اسمها المجمع. المجمع ده عبارة عن إيه؟ أنبوبة كده فيها فتحة مستطيلة يمكن التحكم في اتساعها بواسطة مسمار ألووز. الفتحة دي بيتم إدخال الضوء المراد تحليله منها.
الفتحه دي موجوده في بؤره عدسه محدبه، فتخرج الاشعه من البؤره دي تسقط على العدسه، تخرج من العدسه متوازيه، يكون مين مستنيها بقى؟ المنشور المهيئ في وضع انها صغرى انحراف. تخرج الاشعه من المنشور شكلها ايه بقى؟ بحيث تكون اشعه كل لون متوازيه فيما بينها وغير موازيه لاشعه الالوان الاخرى. تاني، تخرج الاشعه من المنشور بحيث تكون اشعه كل لون متوازيه فيما بينها وغير موازيه لاشعه الالوان الاخرى. بيكون مستنيها عدسه اسمها عدسه شيئيه بتاعه التلسكوب اللي انا هنظر من خلاله. طب العدسه الشيئيه دي، اسمع بقى، اي عدسه بيسقط عليها عدسه محدبه اشعه متوازيه، مش شرط انها تكون موازيه للمحور الاصلي، لو كانت موازيه للمحور الاصلي تتجمع في بؤره اسمها بؤره اصليه. طب لو غير موازيه للمحور الاصلي تتجمع في بؤره اسمها بؤره ثانويه. طب العدسه الشيئيه بتاعه التلسكوب جات لها عده الوان اشعه كل لون متوازيه فيما بينها وغير موازيه للالوان الاخرى، فعشان كده شيئيه التلسكوب هتجمع اشعه كل لون في بؤره خاصه، لان اشعه كل لون جايه متوازيه اساسا. طب البؤره الخاصه دي هشوفها ازاي بقى؟ هشوفها انا من خلال العدسه العينيه. طب يجي سؤال في الامتحان على الجزئيه دي، تعالوا نفصصه كده. يتكون المطياف من 1 2 3، يبقى منشور مجمع تلسكوب. السؤال الثاني والاهم، اشرح كيف يمكنك الحصول على طيف نقي باستخدام المطياف. اولا، هو يعني ايه طيف نقي؟ طيف نقي يعني طيف الوانه غير متداخله، يعني ما تبقاش الالوان داخله في بعضيها، كل لون محدد كده. طيب الخطوات، 1، يتم اضاءه الفتحه المستطيله بمصدر الاشعه المراد تحليل طيفه، فتخرج الاشعه من العدسه بتاعه المجمع متوازيه. 2، فتسقط على المنشور المهيئ لوضع انها صغرى انحراف. 3، فتخرج من المنشور بحيث تكون اشعه كل لون متوازيه فيما بينها وغير موازيه لاشعه الالوان الاخرى. تقوم شيئيه التلسكوب بتجميع كل منها في بؤره خاصه. 4، يمكن رؤيتها محدده بواسطه عينيه التلسكوب. ده كان المطياف، رسمته في كتاب الوزارة في غاية الأهمية، وبصوا عليها كويس هتلاقي تفاصيل مهمة قوي في رسمة المطياف. بكرر تاني يا جماعة، رسمة المطياف في كتاب الوزارة رسمة مهمة جدا، راجع عليها كويس، بص للتفاصيل اللي فيها بدقة. طيب بعد كده كان في بقى حاجة اسمها الطيف، أنواع الطيف، طيف مستمر أو متصل وطيف خطي. نمسك الطيف المستمر، ما هو شكل الطيف المستمر؟ الطيف المستمر هو طيف يحتوي على كل الأطوال الموجية في مدى معين دون فواصل. طيب أحصل عليه إزاي؟ من الأجسام الصلبة المتوهجة لدرجة البياض. الجسم الصلب المتوهج لدرجة البياض لما حلل الضوء بتاعه بيبقى كل الألوان موجودة، ولا يمكن استخدامه في التمييز بين عنصر وآخر، ما أقدرش أميز بيه طيف فلان عن طيف فلان. طيب ولكن الطيف الخطي بقى، طيف الخط طيف بيحتوي على بعض الاطوال الموجيه بس. طب ده عشان احصل عليه اولا شكله ايه؟ هو نوعين، طيف انبعاث خطي وطيف امتصاص خطي. طيف الانبعاث الخطي، بس صلى على النبي الاول عليه الصلاه والسلام، طيف الانبعاث الخطي اجيب العنصر اوصله لدرجه انه يبقى بخار بالحراره، فيبقى في صوره ذرات منفصله، فلما تثار ذراته، خد بالك بقى من الكلام، مفيش ذره فيها مستوى طاقه زي مستوى طاقة في ذرة تانية، بمعنى مستوى الطاقة التاني والتالت والرابع والخامس كلهم يعني بيختلفوا عن مستويات الطاقة في أي ذرة، يعني مثلا التاني في الحديد غير التاني في النحاس غير غير غير. طيب فالذرة لما تستثار إلى مستويات الإثارة بتاعتها وتيجي تسترخي بعد كده، فهتطلع فوتونات خاصة بيها هي تختلف عن جميع الفوتونات في الذرات الأخرى. لو أنا حللت هذه الفوتونات هتديني خطوط محددة تظهر في صورة خلفية معتمة عليها بعض الخطوط الساطعة والتي يختلف لونها باختلاف موقعها من الطيف. يعني ايه الجملة دي؟ يظهر طيف الانبعاث الخطي في صورة خلفية معتمة ما فيهاش ألوان ولكن فيها بعض الخطوط الساطعة. طب لونها ايه الخطوط دي بقى؟ يختلف لونها باختلاف موقعها من ألوان الطيف، يعني في البداية أحمر، في النص أخضر مثلا، في الآخر بنفسجي، يعني حسب الموقع اللي هي فيه. ماشي، وتختلف من عنصر لآخر، فعشان كده ده اسمه طيف ذري، عشان بحصل عليه دايما في صورة ايه؟ ذرات منفصلة، يعني لا يمكن الحصول عليه إلا لما تكون المادة في صورة ذرات منفصلة، وكمان بميز بيه بين عنصر وآخر، يعني لكل عنصر طيف
خطي مميز له. ماشي. في طريقة أسهل لمعرفة نوع العنصر من خلال طيف اسمه طيف الامتصاص الخطي. عند درجة حرارة أقل من المطلوبة لطيف الانبعاث الخطي أقدر أحصل على طيف الامتصاص. طب ده شكله إيه؟ شكله خلفية ساطعة عليها بعض الخطوط المعتمة. طب بحصل عليه إزاي؟ أجيب العنصر بتاعي اللي أنا عايز أشتغل عليه وبخره برضه، ويتم إسقاط ضوء أبيض عليه. يتم إسقاط ضوء أبيض على هذا البخار. فلما يمر الضوء الأبيض على ذرات البخار ده، ذرات البخار بتمتص من الضوء الأبيض بعض الفوتونات الخاصة بها، وبالتالي عند تحليل الضوء الأبيض بعد مروره من هذا البخار مش هتبقى كل الألوان موجودة، بقى ما فيها ألوان امتصت. هتختفي بعض الألوان، واللي هي كانت بتظهر في طفل انبعاث لنفس العنصر دوت، فهيظهر في صورة خلفية ساطعة عليها بعض الخطوط المعتمة. وبالمناسبة لو جبنا طيف انبعاث وطيف امتصاص لنفس العنصر وكملناهم مع بعض يديني كل الألوان. طيب أشهر طيف امتصاص هو خطوط فراونهوفر. لما حللنا طيف الشمس بدقة لقينا طيف الشمس بعض الألوان مش موجودة فيه. دي بسبب إيه؟ ضوء الشمس لما عدى على الغازات والأبخرة الموجودة في الجو الخارجي للشمس، هذه الغازات امتصت بعض الأطوال الموجية الخاصة بها، فعند تحليل ضوء الشمس اختفت هذه الأطوال الموجية من ضوء الشمس. دي اسمها خطوط فراونهوفر، هي خطوط معتمة موجودة في نواتج تحليل ضوء الشمس، وهي عبارة عن أطياف امتصاص خطية للعناصر الموجودة في الجو الخارجي للشمس. طيب الموضوع اللي بعد كده، احنا كده اتكلمنا عن المطياف وعن الطيف، في موضوعين فاضلين بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. في موضوع اسمه موضوع أشعة إكس، وموضوع ال طيف ذرة الهيدروجين. نتكلم بالراحة بقى. طيف أو نتكلم على أشعة إكس. إيه هي أشعة إكس؟ أشعة إكس هي أشعة كهرومغناطيسية، ماشي، غير مرئية، ماشي، طولها الموجي صغير جدا، من 10 أس ناقص 8 ل 10 أس ناقص 13 متر، وتنحصر ما بين الأشعة فوق البنفسجية وأشعة جاما. سميت في البداية بالأشعة المجهولة لأنها ما كانتش معروفة، وبعدين التصق بها الاسم بقى الأشعة المجهولة، أشعة إكس أو أشعة سين أو الأشعة السينية. طيب تتميز بأربع خصائص. واحد، لها قدرة كبيرة على تأيين الغازات. يعني إيه تأيين الغازات؟ يعني ذرة الغاز كده لما يسقط عليها أشعة إكس، فوتون أشعة إكس ده طاقته كبيرة قوي، فيدي لذرة الغاز طاقة كبيرة، فمش يثيرها بس، لا ده بيأينها خالص. يبقى لها قدرة كبيرة على تأيين الغازات علل لكبر طاقتها. اتنين، لها قدرة كبيرة على اختراق الأوساط، تقدر تخترق من الأوساط. ليه؟ لأن طولها الموجي صغير، أصغر من المسافات البينية بين أوساط كتير. عشان كده أشعة إكس لما تحط إيدك قدامها وتعدي أشعة إكس هتعدي من جسمك هي، بس مش هتعدي من العظم، إنما هتعدي من اللحم عادي، لأن طولها الموجي قصير جدا. يبقى لها قدرة عالية على تأيين ذرات الغاز لكبر طاقتها. كمان لها قدرة على اختراق الأوساط لصغر طولها الموجي. ثلاثة، تحيط في البلورات. البلورات يا جماعة يعني بلورات، يعني إيه بلورة؟ ترتيب هندسي منتظم لذرات الجوامد. ذرات الجوامد بتاخد ترتيب هندسي منتظم. طب وللتعرف عليه بنجيب أشعة إكس نسقطها على بلورة الجامد، فتعدي من المسافات البينية اللي بين الذرات، فيحصل لها حيود، وبعد ما تحيد بيحصل لها تداخل، وتتكون على حائل بعد كده هدب مضيئة ومعتمة. حسب شكلها بيختلف حسب الترتيب الهندسي للذرات، فمن خلال شكل الهدب بقدر أعرف ترتيب أو الشكل الهندسي لترتيب البلورات دي أو ترتيب ذرات البلورات. يبقى لها قدرة على تأيين الغازات، لها قدرة على اختراق الأوساط، تحيط في البلورات، تؤثر على الألواح الفوتوغرافية. كل دي من خصائص أشعة إكس. طب كيف تحصل على أشعة إكس؟ الجهاز المستخدم للحصول على أشعة إكس اسمه أنبوبة كوليدج، وده طبعا بيجي في كتير في الامتحان، اذكر استخدام لأنبوبة كوليدج تستخدم للحصول على أشعة إكس. طب إزاي باختصار؟ أنبوبة كوليدج هي عندها فتيلة بتسخن الإلكترونات. طب الإلكترونات دي بتتحط في مجال عالي الطاقة، يعني فرق جهد عالي جدا، فالإلكترونات تخرج مندفعة تصطدم بحاجة اسمها الهدف. فلما تصطدم بالهدف تفقد جزء من طاقتها أو كل طاقتها في صورة إشعاع كهرومغناطيسي، هو ده أشعة إكس. طيب أما التفاصيل بقى، صلي على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم.
انا عايزك التفاصيل تركز فيها، بس قبل التفاصيل عايز افكرك بنظريه اسمها نظريه ماكس والهيرتز. بتقول ايه بقى النظريه دي؟ اذا تحرك جسيم مشحون بعجله فانه يفقد طاقته بالتدريج في صوره اشعاع كهرومغناطيسي. لا بالراحه تاني، اذا تحرك جسيم مشحون يعني الكترون بروتون بعجله، يعني ايه بعجله؟ يعني سرعته بيتغير مقدارها او اتجاهها، فانه يفقد طاقته بالتدريج في صوره اشعاع كهرومغناطيسي. يبقى هنحط الكلمه دي عشان نسند عليها، نظريه ماكس والهيرتز بتقول اذا تحرك جسيم مشحون بعجله فانه يفقد طاقته بالتدريج في صوره اشعاع كهرومغناطيسي. طيب في اشعه اكس احنا عملنا ايه؟ انطلقت الالكترونات من الفتيله رايحه تخبط في الهدف، فلما قربت من الكترونات ذرات الهدف حصل تنافر ما بين الالكترونات اللي جايه والكترونات ذرات الهدف، فايه اللي حصل بقى؟ تناقصت سرعه الالكترونات القادمه من الفتيله. حط خط تحت تناقصت السرعه دي، تناقصت السرعه يعني في عجله اهو، اذا هتفقد طاقتها بالتدريج في صوره اشعاع كهرومغناطيسي. الاشعاع ده بقى بيسموه اشعاع الفرمله او اشعاع الكابح، ما هو الالكترونات فرملت. طيب تفاصيل هذا الاشعاع، هل هو خطي ولا متصل؟ وعلل. هقول له ان الالكترونات دي هتفقد طاقتها بالتدريج وعلى دفعات وبدرجات متفاوته، وبالتالي يكون هذا الاشعاع يحتوي على كل الاطوال الموجيه الممكنه في مدى معين، فيكون هذا الاشعاع اشعاع متصل، وبيسموه برضو الاشعاع اللين او الاشعاع الناعم. طيب يعني عايز تقول كل الاطوال الموجيه في مدى معين؟ طب اقل طول موجي فيها يعني اكبر تردد يعني اعلى طاقه يختلف باختلاف ايه؟ لو زودت فرق الجهد هتزيد سرعه الالكترونات، تبع عند العلاقه في اي بتساوي نص ام في تربيع، فلو زادت سرعه الالكترون اللي هو جاي من الفتيله ده لما يبتدي تتحول طاقته لفوتون هيبقى فوتون طاقته اعلى، يعني تردده اعلى، يعني طول الموجي اقل. يعني كلما زاد فرق الجهد بين الفتيله والهدف في انبوبه كوليدج زادت سرعه الالكترونات، وبالتالي زادت طاقه الفوتونات الصادره، وبالتالي قل الطول الموجي للاشعاع او الحد الادنى لطول الموجي اسمه لمضه مينيمم. طب لو زودت فرق الجهد كمان يعني زودت فرق الجهد قوي الالكترونات سرعتها هتزيد قوي ومتعمل حادثه. ايه الحادثه دي بقى وايه تفاصيلها؟ صل على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. لو زودت فرق الجهد قوي فالالكترونات اللي جايه من الفتيله دي سرعتها زادت قوي، فتتمكن من اختراق المستويات الخارجيه لذرات الهدف، تعدي من المستوى الاول والثاني وتقوم خابطه ذره الهدف فين؟ في الكترون قريب من نواتها. يبقى الحادثه دي مين خبط مين؟ الالكترون اللي جاي من الفتيله خبط مين؟ الكترون من الالكترونات القريبه من نواه ذره الهدف، فيحصل له ايه بقى؟ الالكترون ده يكتسب طاقه عاليه. طب هيروح فين؟ يا اما يخرج بره الذره خالص يا اما ينتقل لمستوى خارجي. طيب يبقى ده المخبوط حصل له ايه؟ اكتسب طاقه كبيره فخرج خارج الذره او انتقل لمستوى خارجي. طب اهل المخبوط هيعملوا ايه؟ اللي هي الذره بقى بتاعت الهدف، تقوم بسرعه جايبه الكترون من مستوى خارجي تنزله مكان الالكترون اللي طار دوت، فيظهر فرق الطاقه في صوره فوتون، وده طبعا بيبقى انبعاث خطي او فوتون خطي له طول موجي محدد، يعني اشعاع خطي له طول موجي لان ده خارج من ذره الهدف اهو، يعني ده اشعاع ذري اهو. طيب يبقى خد بالك لو احنا حللنا طيف اشعه اكس، يتكون طيف اشعه اكس من مركبتين، طيف متصل وطيف خطي، هقولهم تاني بس صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قول لي كل اللي تعرفه عن الطيف المتصل لاشعه اكس. الطيف المتصل لاشعه اكس هو طيف بينتج منين؟ من تناقص سرعه الكترونات الفتيله عندما اقتربت من الكترونات ذرات الهدف، ففقدت جزء من طاقتها في صوره اشعاع كهرومغناطيسي تبعا لنظريه ماكس والهيرتز. وبما ان طريقه فقدانها للطاقه تكون بالتدريج وعلى دفعات وبدرجات متفاوته، وبالتالي فان هذا الطيف الصادر منها يحتوي على كل الاطوال الموجيه في مدى معين، فيكون طيف ايه؟ متصل. طب ويتوقف الطول الموجي الادنى او الحد الادنى للطول الموجي للاشعاع المتصل على فرق الجهد بين الفتيله والهدف. ماشي.
أما الطفل خط الأشعة إكس، أولا يتوقف ظهوره على فرق الجهد. يعني إيه؟ يعني عند فروق الجهد المنخفضة لا يظهر الطفل خط. طب علل. لأن ظهوره يحتاج سرعة كبيرة للإلكترونات، وبالتالي يحتاج إلى فرق جهد كبير بين الفتيلة والهدف. ماشي. طيب يعني عند فروق الجهد المنخفضة لا يظهر الطفل خط. ماشي. طب عند فروق الجهد العالية تكتسب الإلكترونات سرعة كبيرة، فتتمكن من الوصول لإلكترون قريب من نواة ذرة الهدف، فتكسبه طاقة كبيرة، فإما يخرج خارج الذرة وإما ينتقل إلى مستوى خارجي للذرة، فتقوم ذرة الهدف بنقل إلكترونات أو أحد الإلكترونات القريبة الإلكترونات من المستوى الخارجي إلى المستوى الداخلي، فيخرج فرق الطاقة في صورة فوتون. طب استنى بقى، هذا الفوتون يحمل طاقة تساوي فرق الطاقة بين المستويين. طب هذا الفوتون يكون له طاقة وتردد وطول موجي، يتوقف على نوع ذرة الهدف. إزاي؟ كل ما كان العدد الذري لذرة الهدف كبير، كل ما كان تاني العدد الذري لذرات الهدف كبير، يحصل إيه بقى؟ يبقى مستويات الطاقة بتاعتها ليها طاقة عالية، فيبقى فرق الطاقة ده هيبقى كبير، يبقى تردد الفوتون الصادر كبير، يبقى طول الموجي قليل. يعني يقل الطول الموجي للأشعة الخطية لأشعة إكس أو للطفل خطي، يقل الطول الموجي بزيادة العدد الذري لذرات مادة الهدف. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مجموعة أسئلة على أشعة إكس برضو. واحد، التنجستين هدف شائع في أنبوبة كوليدج. أقول له لكبر درجة انصهاره، درجة انصهاره كبيرة، بيتحمل درجات حرارة عالية دون أن ينصهر. طب ده مهم؟ آه، لأنه جزء كبير من